بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. معكم مستر أحمد الباشا، وإن شاء الله نبدأ مع بعض شرح يونت نمبر 2. يونت نمبر 2 بتتكلم عن موضوع شيق جدا، موضوع حلو جدا، وإن شاء الله الشرح اللي هتشوفوه في الفيديوهات الخاصة بيونت 2 من أقوى الفيديوهات اللي إن شاء الله تفهمكم اليونت دي. فأتمنى تستمتعوا بيها وتحاولوا إن أنتوا تركزوا علشان ان شاء الله تجيبوا الفول مارك في اي سؤال يخص يونت نمبر 2 ميرورز اند لينسز. اليونت دي متقسمه ل 2 ليسنز. ليسن نمبر 1 اسمه ميرورز، وليسن نمبر 2 اسمه لينسز. وفي ميرورز اند لينسز يعني هنتكلم على مواضيع يعني شيقه شويه. تعالوا نبدا باول درس اسمه ميرورز. ميرورز هي المرايات اللي بنشوفها في حياتنا اليومية. انت لو واقف قدام مراية مثلا، فدي الميرور. يعني احنا عندنا ابسط نوع من الميرور اسمه بلين ميرور. ولكن قبل ما نخش في الميرورز ونتكلم عنها، تعالوا نتعرف الاول على حاجة اسمها ريفليكشن. فاكرين احنا زمان كنا خدنا حاجة اسمها ريفراكشن. مش هكلمكم الاول عن الريفليكشن، انا هكلمكم عن الريفراكشن. كان فاكرين لما كان النور ده بريزم، فاكرين البريزم اللي هو كان عبارة عن منشور زجاجي كده، او بريزم كان عبارة عن ازاز والازاز ده شفاف. كان اللايت لما بيعدي في البريزم ده كان بيعدي وبيتقسم ل 7 سبيكترم كولرز. احنا في الدرس ده مش بنتكلم على ترانسبيرنت جلاس، احنا بنتكلم على مراية ميرور. يعني النور اللي نازل ده، اللايت اللي نازل ده هيتعكس تاني. يعني انت لو نزلت شعاع نور، شعاع النور ده او اللايت راي ده it will reflect. يعني ايه reflect؟ هو نزل كده وهيتعكس. يعني هو نزل وبالتالي لقى مراية شفافة فهيتعكس، فحصل له حاجة اسمها reflection. احنا النهاردة هنمسك المبدأ بتاع الreflection ده، او اساس موضوع الreflection، ان بيحصل انعكاس للضوء تاني، ونبتدي نتكلم عنه في حاجة اسمها mirrors. فتعالوا نعرف الأول يعني إيه light reflection. light reflection بكل بساطة معناه the bouncing of the incident ray. كلمة incident يعني اللي داخل، النور اللي داخل، وكلمة bouncing يعني رجوع. the bouncing it is the bouncing the light ray in the same medium. في نفس الميديم. يعني ايه في نفس الميديم؟ هو النور هنا لما نزل ورجع تاني، مش رجع في نفس الميديم، رجع في نفس يعني رجع في نفس الميديم. يعني المرايه هو ما دخلش جوه المرايه، هو رجع من فوق المرايه، يعني في نفس الميديم. in the same medium when it strike، لما بيخبط a reflecting surface. يعني ايه reflecting surface؟ يعني حاجة يعني بتلمع او شايني زي الازاز. والازاز ده انا حاطط فيه طبقة من السيلفر اوكسايد عشان تظهر لي الصورة بتاعتي. فاحنا بنتكلم على the mirror. واذا بنتكلم على mirror، احنا بنتكلم على reflecting surface، على سطح بيلمع. والسطح اللي بيلمع ده لما بينزل عليه light او بينزل عليه نور بيتعكس. يبقى عندنا اول ديفينيشن مهم جدا، هو اسمه light reflection. light reflection معناه ايه؟ معناه bouncing of the incident light ray in the same medium when it strikes a reflecting surface. يبقى كل الحكاية قايمة على موضوع الreflection ده، ان في نور بينزل على مراية ويرجع تاني. طيب هل الريفليكشن ده ليه قوانين؟ يعني ان انا لما نزل نور على مراية ويرجع ده ليه رولز او ليه لو؟ في حاجة اسمها لو اوف ريفليكشن، قانون الانعكاس. لو اوف ريفليكشن، the first law بيتكلم عن the angle of incident equal the angle of reflection. يعني انت لو عندك incident ray، نور داخل، فالنور اللي داخل ده هو
هيتعكس زي ما انت شايف كده. النور لما بينزل هيبتدي يتعكس. نوضح لكم الصورة شوية. The light ray when it fall بينزل على mirror. اللي انتوا شايفينه قدامكم ده عبارة عن mirror، دي كده مراية. اي نور هينزل على المراية دي هيتعكس بأي زاوية، يعني انت لو نزلته بأي انجل، اللي انتوا شايفينه قدامكم ده عبارة عن mirror، والميرور دي في حاجة اسمها normal. النورمال ده اللي هو نص يعني العمودي عليها او perpendicular on this mirror، علشان اعرف الانجل يعني الري ده نازل بزاويه قد ايه، بانجل قد ايه. فمثلا دي هنتكلم على الفيرست لو، لو الري ده نازل، لو النور ده نازل بانجل مثلا نخليها مثلا 40، فانا الري بتاعي نزلته على الميرور دي بانسيدنت انجل ايكوال 40. انسيدنت انجل يعني ايه انسيدنت انجل؟ هفهمك حاجة، ان الري اللي نازل ده اسمه incident ray، والانجل اللي نزل بيها بينه وبين النورمال اللي هو perpendicular to the mirror اسمها incident ray، اسمها incident ray. يبقى انا عندي الوقتي حاجتين، عندي ري نازل بانجل معينة، في الحالة دي احنا خليناها 40، بيقول لي ايه بقى؟ ان لا ده مدام هو نزل بانجل 40 لازم يتعكس بانجل 40، it will reflect at the same angle of incident. The incident angle equal the reflected angle. الانجل اللي انت هتنزل بيها هي الانجل اللي هيرجع بيها، ولو غيرت الانجل دي خليتها مثلا 50 it will reflect by 50. If you made it 90 it will reflect it by 90. Sorry 80 it will reflect by 80 degree. ونفس الكلام لو 90 it will be reflected، بس هنا في كيس يعني غريبة شوية، 70 هيبقى هيتعكس ب 70، 80 هيتعكس ب 80. طيب لو 90، الله فين الري؟ اولا انت ازاي هتعكسه ب 90 لما الزاوية ما بينه وما بين النورمال مش ده الري اهو؟ الري جاي، الري جاي بانجل كام؟ ده الري جاي بانجل 90، it will reflect by 90، فانت مش هتشوفه، هو برضو معمول برايت انجل، انت اصلا منزل اللايت برايت انجل فهيمشي برايت انجل. نفس الكلام لو انت نزلته بزيرو، بص لو انا نزلت اللاين بزيرو it will reflect on itself، هيتعكس على نفسه، يعني النور اللي نازل كده هيرجع كده. هي الزاوية بينه وبين النورمال كام؟ تعالوا نرجع تاني لموضوع الزاوية بينه او الانجل between the normal and the incident ray. احنا عندنا حاجة اسمها incident ray. The incident ray هي ال incident ray هو الري اللي نازل اللي هو انتوا شايفينه ده. الري ده ممكن ينزل ب 0 ديجري او ب 1 او ب 2 او ب 3 او بهكذا. ده الانسيدنت ري، بس البروجرام عندي في امكانيات كتير قوي وبالتالي بس بظبطه. ده انسيدنت ري على نازل على الميرور دي بانجل 50، it will reflect at 50 degree. دي اول قاعده في موضوع الريفليكشن. يبقى لو اوف ريفليكشن احنا بنتكلم فيه عن ان ذا فيرست لو بيتكلم عن انجل اوف انسيدنت ايكوال انجل اوف ريفليكشن. ايه تاني؟ ذا سكند لو كان ده يتحفظ. The second law, the incident ray, the reflected ray, and the normal are lie كلهم أو all lies in the same plane perpendicular to the reflecting surface. كلهم موجودين بشكل عمودي على ال reflecting surface. هو ده reflecting surface. وبالتالي ال normal اللي هو المفروض إن هو قدامكم ده النورمال ده، النورمال ده الخط العمودي ده
والانسيدنت ري والريفلكتد ري كلهم موجودين بيربنديكولار تو ذا ريفلكتنج سيرفيس. ده الريفلكتنج سيرفيس اهو، وبالتالي كلهم فعلا موجودين بشكل عمودي عالي او كلهم فوقيه بمعنى اصح. يبقى the first law بيقول ان the angle of incident equal the angle of reflection. طب دي فهم، دي فهمينها ان انا لو عندي ري نازل بانجل مثلا 30 هيخرج بايه بانجل 30، هتلاقي ان الانجل اوف انسيدنت هي الانجل اوف ريفليكشن. تاني حاجه ان ذا انسيدنت ري ذا ريفليكتد ري اند ذا نورمال ار لاي اول اوف ذم لاي ان ذا سيم بيربنديكولار تو ذا ريفليكتنج سيرفيس. دي دي اول قاعده او اول كلامنا على الميرورز، ان انت لازم تبقى فاهم يعني ايه ريفليكشن، ان النور بيرجع تاني. تاني حاجه قوانين الريفليكشن. بس خلينا برضو نتعرف بشكل ادق على الانسيدنت ري. ذا انسيدنت ري هو الري اللي داخل، وريفليكتد ري هو النور اللي خارج. يعني اللي داخل ده اسمه انسيدنت ري، طيب اللي خارج اسمه ريفليكتد ري. طيب الانجل اوف انسيدنت دي الانجل اللي دخل بيها مع النورمال، ده النورمال. الانجل اللي دخل بيها في الحاله دي 50، طب الانجل اللي خرج بيها هي اسمها ريفليكتد انجل، اللي خرج بيها مع النورمال برضو هي ايكوال، هتبقى ايكوال ايه للانسيدنت. الكلام ده جميل جدا. طيب يبقى ذا انسيدنت ري از the light ray that fall on the reflecting surface. The reflected ray is light ray bounces اللي بيرجع from the reflecting surface. طيب angle of incident to angle of reflection، ال angle of incident angle between the incident and the normal and the angle between the reflection by angle of reflection the angle between reflected ray and the normal. وفي وات هابن مشهور جدا بيجي بيقول لي هو ايه اللي هيحصل لما النور ينزل عمودي على المرايه، يعني نازل بانجل زيرو. What happens when the light ray fall perpendicular to the reflecting surface? It will reflect on itself. هيرجع معكوس على نفسه لان مفيش انجل، مش الانجل زيرو، هو هيرجع برضه بانجل زيرو فانت مش هتشوفه. يعني النور هينزل ويرجع على نفسه لو نزل عمودي على المرايه كده، يعني الانجل زيرو. Because the angle of incident and the angle of reflection is zero. انت بتكلمني على مرايات، ان دي كده مرايه، وان المرايه دي بتعكس النور اللي بيجي عليها. طيب انا عندي كام نوع من المرايات؟ I have two types of mirrors. عندي نوعين من المرورز. Number one called plane mirror، ودي المرايه اللي هي مستويه كده. وعندي حاجه تانية اسمها spherical mirror، والسفيريكال mirror هي بتكون مرايه ليها كيرف زي اللي انتوا شايفينها دي، يعني مرايه ليها كيرف اقدر ان انا اشوف المرايه اللي ليها كيرف دي. مثلا لو انا مسكت معلقه، لو انت مسكت معلقه والمعلقه دي جديده، يعني لسه معلقه نظيفه، فالمعلقه دي هتلاقي ليها شايننج سيرفيس، يعني هتلاقي ليها سيرفيس بينور. وهنبتدي نتكلم على الميرورز دي لما، او النوع ده من الميرورز لما نيجي ل الجزء الخاص بالكيرفد ميرورز. بس انا هحاول خلال الفيديو ده ان انا استخدم مجموعه من الابلكيشنز اللي ان شاء الله هتعجبكم جدا في الشغل بتاعكم. ده شكل السفيريكال ميرور، يعني احنا عندنا بلين ميرور واضحه اللي هي خط مستقيم، وعندنا بلين ميرور، عندنا بلين ميرور وعندنا سفيريكال ميرور. ده شكل السفيريكال ميرور. السفيريكال ميرور هي عباره عن ميرور لو انت نزلت عليها نور، النور ده هيتعكس، بس هيتعكس بقوانين تانية. يعني انا لو عندي نفس السورس اوف لايت ده ونزلته على ميرور عاديه، هتلاقي النور ده اتعكس برضو، بس بيكون لي رولز مختلفه. شايفين الميرور دي؟ الميرور دي انا دي بلين ميرور. في الحاله دي انا عاوز الدرس ده لازم تكونوا متخيلين انا حاليا ماسك مرايه، اللي انا ماسكه ده مرايه، اول ما بحط المرايه قدام النور بتعكسه، بس ليها قوانين معينه. وبرضو نفس الكلام لو انا جبت ميرور والميرور دي سفيريكال، دي اسمها سفيريكال ميرور،
برضو نفس الكلام هتخلي النور يتعكس، بس ليها قوانين تانية. واخدين بالكو ان هنا النور اتجمع، اما هنا النور برضو بصوا عمل ازاي. في كل الكلام ده هنتكلم عنه، احنا كلامنا كله في الفترة اللي جاية في الدرس ده هيكون على نوعين الميرور دول. اول نوع اسمه بلين ميرور، تاني نوع اسمه سفيريكال ميرور. تعالوا نتعرف على first type of mirrors which called the plane mirror. Plane mirror is the simplest type of mirrors which is formed by plane mirror. يعني هي عبارة عن مراية مستوية، والمراية المستوية دي ليها مجموعة من ال properties، ليها مجموعة من المواصفات. توضح قوي المواصفات دي في صورة الراجل اللي واقف ده. الراجل اللي واقف ده، الصورة دي بتوضح كلام كتير جدا. نمبر 1، الصورة اللي اتكونت للراجل ده في المراية هي صورة inverted ولا minimized؟ يعني تخيل ان انت واقف قدام مراية، انت بتشوف صورتك، وبالتالي الميرور دي will form your image، هتكون صورتك. هي بتكون صورتك upright يعني عدلة، ولا مقلوبة، ولا inverted؟ كلمة inverted يعني مقلوبة. طيب upright يعني معدولة. هل الصورة هنا معدولة ولا مقلوبة؟ لا، الصورة معدولة، يبقى اسمها upright. اسمها ايه؟ upright. يعني الصورة اللي بتتكون في بلين ميرور، لان بعد شوية احنا هنتكلم على ان السفيريكال ميرور بتكون الصورة مقلوبة. يعني هي حاجة غريبة جدا، في مرايات بتبقى سفيريكال، يعني مش مستوية كده، بتلاقيها ايه عاملة زي اكنها جزء من دايرة كده زي المعلقة. يعني احيانا تشوف الصورة مقلوبة، فلازم تبقى عارف ان الصورة اللي بتتكون في الميرور العادية اللي هي البلين ميرور بتبقى اب رايت زي الصورة دي بالظبط. لو انا الوقت تخيلت ان اللي في النص ده كده، ده كده الايه الميرور، والسهم ده عبارة عن ايمج، فالايمج دي بتاعت او الاوبجكت ده ليه صورة. شايفين الايمج عمالة تظهر اهي؟ فلو انا وقفت الايمج الاوبجكت قدام الايمج هيتكون له ايمج ولا لا؟ سوري اتلخبطت. لو انا وقفت الاوبجكت قدام الميرور هيتكون له ايمج ولا لا؟ اكيد هيتكون له ايمج، اي مكان هتروح فيه هيتكون له ايه؟ ايمج. فانا الصورة لو وقفت قدام الميرور I will form an image. This image is upright. يعني ايه upright؟ يعني معدولة او erect، بنسميها upright او erect. يبقى اول property للبلين ميرور واللي بتجيلك دايما في الامتحانات يقولك هي الصورة دي upright ولا inverted؟ لا upright عادي، انا واقف قدام مراية بصرح فانا شايف نفسي عدل. طيب البروبرتي التانية او المعلومة التانية اللي عاوزين نعرفها عن البلين ميرور، ان الصورة بتبقى equal in size، لان في مرايات تانية بعد كده في السفيريكال هنعرف ان هي مش equal in size. وبالتالي الصورة في البلين ميرور، يعني مثلا انت واقف قدام المراية، هو مش ده حجمك؟ يعني انت بتلاقي نفسك صغنن في المراية، ولا بتلاقي نفسك مثلا تخين قوي؟ لا، انت بتلاقي نفسك هو ده حجمك. لو انت رفيع هتبقى رفيع، لو انت وسط هتبقى وسط، لو انت مثلا تخين شوية هتبقى تخين شوية، عادي. فهو ده حجمك، المراية مش هتكذب عليك. ف the image is equal in size. الراجل اللي واقف ده لو انا بصيت له هلاقيه هو حجمه. ونفس الكلام الاوبجكت اللي متكون ده هو ده حجمه. يبقى number one the image is upright، number two equal in size. الحالة الثالثة مهمة جدا، ان the image is virtual. يعني ايه virtual؟ virtual يعني غير حقيقية، مش يعني وهمية. معنى ايه؟ ان لو انت سبت المراية ومشيت خلاص صورتك راحت. يعني the image formed when the object is in front of mirror. يعني لما يكون الobject قدام المراية الimage تتكون، الobject مش قدام المراية الimage ما تتكونش. يعني لو انا قدام المراية هشوف صورتي، مش قدام المراية مش هشوف صورتي. يبقى the image is virtual، يعني ممكن تختفي مع اختفاء الاوبجكت. طيب
هو نمبر 3 دي ليها معنى تاني هنعرفه بعدين، يعني ليها تفصيلة تانية ان هي it can't be received on screen. يعني خليك فاكر النمبر 3 دي ممكن تحط جنبها كده نوت ان هي it can't be received on screen، وهنشرح يعني it can't be received on screen في الفيديوهات اللي جاي. بس تعالوا ناخد اهم نقطة في الدرس ده، وهي the image is laterally inverted. يعني ايه laterally inverted؟ مش انت لسه بتقولي ان الصورة عدلة؟ انا بقولك ان الصورة upright يعني عدلة او erect، انما هي في الحقيقة laterally inverted. يعني ايه laterally inverted؟ يعني معكوسة بال horizontal كده. يعني ايه؟ ركزوا معايا، هي حاجة غريبة شوية جايز يعني ما خدتوش بالكم منها قبل كده. هو الراجل اللي بيسلم، يعني هو الراجل عامل نفسه اكنه بيسلم على الراجل التاني، هو رافع ايده اليمين، الراجل ده رافع ايده اليمين، الايمج بتاعته رفع ايديها ايه؟ الله، دي رفع ايديها الشمال. هو الراجل ده صورته عكس الراجل ده، ده صورته معكوسة مش مقلوبة، معكوسة. جرب انت تقف قدام المراية وترفع ايدك اليمين، الصورة هترفع ايديها ايه؟ هترفع ايديها الشمال. الله، هي laterally inverted. لو انت معلق مثلا او انت معلقة وردة على كتفك اليمين، الصورة بتاعتك هتبقى معلقة الوردة على كتفها ايه؟ على كتفها الشمال، وهي يعني وهي الايمج بتبصلك. هو انت طبعا الايمج، يعني عشان بس ما تتجننش، الايمج نفسها هتلاقي الوردة فين؟ هتلاقي الوردة على كتفك الشمال وهي على كتفك اليمين. يعني انت اقفي قدام المراية وارفعي ايديك اليمين مثلا، هتلاقي الصورة بترفع ايديها الشمال، فالصورة معكوسة. يعني جرب تكتب اسمك على ورقة وتبص على اسمك في المراية، يعني هات اسمك واكتبه وحطه قدام المراية، هتلاقي اسمك مكتوب بالعكس. علشان كده الناس اللي بتوع الإسعاف لما بيجي يكتبوا كلمة أمبولانس على الإسعاف، اللي هي كلمة إسعاف بالإنجليش، بتلاقيهم كاتبين الكلمة بالعكس، هم كاتبين الكلمة على العربية بالعكس. فأنت تستغرب هم ليه كاتبين الحروف بتاعة الكلمة مقلوبة. لان انا لما انا اكون سايق عربيتي وعربيتي الاسعاف جايه من ورايا ومكتوب عليها اصلا الكلام بالعكس، هتبان عندي على المرايه بالعدل. ما هي مكتوبه على العربيه بالعكس، هتبان عندي عدله. انما لو هو كاتبها على العربيه امبلنس معدوله، لو كاتب الكلمه معدوله عنده على العربيه، هتبان عندي مقلوبه، مش هبقى فاهم ايه اللي مكتوب ده. فهي غريبه شويه ان الايمج دي اللي بتتكون على البليم ميرور بتبقى laterally inverted، بتبقى laterally inverted. So the image is laterally inverted أو reversed. دي number 4. number 5 وهي point مهم جدا، وهي the distance from object to image from object. هنشطب دي لو انتوا بتنقلوا ورايا او هتصوروا الملزمة دي او هتعملوا فيها اي حاجة. الكلمة دي مكتوبة غلط، دي مش image، دي from object to mirror equal the distance from image to mirror. يعني اولا دي الميرور، فالمسافة بتاعت الصورة، سوري، المسافة بينك وبين الميرور، المسافة اللي بينك وبين الميرور هي بالظبط المسافة اللي بين الايمج والميرور. توضح قوي الحكاية دي في الجراف ده. لو انا حطيت اوبجكت قدام ميرور، الايمج بتاعته هتتكون جوه عند نفس الديستنس. انا هنا حطيتها عند 1، حطيت الاوبجكت ده عند 1، the image will form it at 1. ولو رحت فارز، لو انت رحت بعيد، the image at 6 مثلا it will be formed at the same point. لو انا رحت عند 7 it will form it at 7 وهكذا. يبقى شايفين الصورة والحاجة بتبان بنفس
الشكل، لو انا حطيت، شايفين الرسمه دي بتوضح ان هي laterally inverted. يعني ايه laterally inverted؟ جرب كده تحط القلم بالشكل ده، بشكل بزاويه كده، هتلاقي القلم متكون جوه بزاويه، وبالتالي الصوره laterally inverted و equal in size و the distance between the object and the mirror equal the distance from mirror to the image. انا هقف معاكم لحد هنا في الدرس ده علشان ما يكونش درس تقيل عليكم. وفي الدرس اللي جاي او في الفيديو اللي جاي هنتكلم على spherical mirror، هنتكلم على انواع spherical mirror، وهنعرف ازاي الميرور دي بتكون الصورة. وان شاء الله يعني الدرس ده اصلا من الدروس السهلة جدا، ولكن انتوا لازم تذاكروه اول باول. كل اللي احنا خدناه النهاردة، احنا اتكلمنا عن الميرور ويعني ايه ريفليكشن ولو اوف ريفليكشن والكونسبت اوف ريفليكشن، واتكلمنا على اول نوع من الميرور اسمه بلين ميرور. اتمنى ان انتوا تكونوا على قد المسؤولية، وتكونوا ان شاء الله طلبة مجتهدين جدا، وتحاولوا تحلوا كتير على الجزء اللي احنا شرحناه في الفيديو ده، ونكمل ان شاء الله الدرس في الفيديو اللي جاي. اتمنى لكل التوفيق. كنت معكم مستر احمد الباشا. باي باي.